السلام عليكم، كونيتشوا مينا سان، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين وتكونوا بأتم الصحة والعافية. في لحظة هروبهم من العمالقة، فكر آرمين بخطة الاستفادة من العملاق المهاجم لكي يقتل بقية العمالقة. رغم أنها كانت خطة جنونية ومخاطرة، إلا أنها قد تجدي نفعا لهجوم بقية العمالقة بالعملاق المهاجم. بينما جان كان خائب الأمل وأراد أن يستسلم، ثم ينصدم بقدوم العملاق المهاجم ليدافع عنهم برفقة ميكاسا وآرمين وكوني. ثم أعطاهم آرمين خطة لقتل العمالقة الذين يتواجدون بغرفة الغاز وعن طريق المصعد يقتلوهم في وقت واحد. لكن أحد العمالقة السبعة نجت، والتي تكرر وجهها عدة مرات، من ضمنها لما طعنتها ساشا، وساشا ظهرت بشكل كوميدي، لكن أنقذتها آني وميكاسا، وبعد حصولهم على الغاز غادروا المبنى، لكن ميكاسا لاحظت أن العملاق المهاجم قاتل حتى ألتهم من بقية العمالقة، ثم ظهر العملاق الذي ألتهم توماس، وانفعل العملاق المهاجم حتى أطاح به، ثم ظهر إيرين، وميكاسا استعادت جزء منها كانت تفقده. ثم سمعت بأن نبضاته ما زالت تتدفق وأظهرت مشاعرها. بعدها أدرك الجميع أن إيرين كان منقذهم من بقية العمالقة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، انشروه للغير للاستفادة. نلتقي مجددا بإذن الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.